مساء الخير. قبل سنوات حصل معي حادثة غريبة عجيبة. قدمت حتى أخذ تاكسي من نفرات، وإذا سواق التاكسي 3-4 يتكاونون على مود نفر. بصراحة كان هناك أسلوبين، أسلوب عنيف شديد اللهجة، صوته عالي، وهناك سائق تاكسي آخر هادئ حضاري قليل اللغوة. الذي انتصر بنهايات المشهد هو العصبي السائق الأكثر صوتا علوا. ركبت معانه متعمدا لأرى هذا النموذج في المجتمع الذي يحوي كل أطراف أنواع التفكير في مدينتنا الجميلة. الطريق كله وإحنا نسولف اكتشفت أن سائق التاكسي هذا إنسان راقي متربي جدا، من عائلة كريمة، لكنه محبط تماما ومتذمر تماما وناقم علينا وعلى البلد وعلى الدنيا كلها. هذه الشخصية استوقفتني تماما، لأن هناك تناقض في السلوكين، لا من جهة هو مثقف وابن عائلة، ولا من جهة هو عدواني وشرس في تعاملاته الحياتية. اليوم في حلقة اليوم في شباب غير شكل معي ضيفين، ضيف شاب جميل طالب جامعي، وأيضا كتاب مهم جدا. نحاول ثلاثتنا أن نقدم صورة تشرح سلوك هذا سائق التاكسي. رحبوا معايا بالشاب الراقي الرائع خالد الطالب الجامعي. مساء الخير خالد. مساء الأنوار أستاذ خالد. اليوم أنا وأنت وكتاب اخترناه لهذه الحلقة وعنوانه لطيف، اسمه المؤمن الصادق. كيف اخترنا هذا الكتاب لهذه الحلقة؟ قد يتراود اللي يسمع اسم الكتاب المؤمن الصادق انه هو شغله ايمانيه او روحيه او كذا، انه هو ليش مؤمن وليش صادق وشون تكون مؤمن صادق وكذا بخصوص الديانات. نعم، بس الكتاب بعيد عن هذا كل البعد. صح. كيف ذلك؟ طبعا اليوم الكاتب كاتبنا إيريك هوفر، كاتب امريكي ولاده عام 1902، يعني قبل اكثر من 100 سنه من ولد. نعم، ووفاة 1983. نعم. إيريك هوفر كان يعمل في مطاعم، وبعدين انتقل بعد القصف الياباني لميناء هارفرد الأمريكي، انتقل للعمل في ميناء سان فرانسيسكو. 25 عام هو يعمل حمال، يعني حمال كتب هذا الكتاب اللي جبناه للحلقة. نعم، فكتب الكتاب بالواحد وخمسين. جميل. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا الكتاب هو كان عالم وفيلسوف وعالم بالاجتماع وعالم بعلم نفس الاجتماع. حلو. هذا الكتاب اعطى منظور جديد حتى لعلماء الاجتماع في هذاك الوقت وفي إلى الآن، ويعتبر من أكبر المراجع وسميت مؤسسات عريقة على اسم هذا الكاتب. حلو. جميل. اليوم راح نناقش كتابه وراح نناقش أفكاره، وهل يا ترى أفكاره إلى الآن موجودة؟ نعم. وهل يا ترى أنه إحنا لازم نفكر بما كتبه بالواحد وخمسين يا ترى؟ هذا الكتاب وسائق التاكسي اللي أنا عشت معانه أكثر من ربع ساعة واكتشفته في المجتمع اليوم، مجتمع الموصل، أكو أنماط متعددة. في الكتاب يشرح حوالي 9 أنماط، واحد منهم هو هذا المتذمر الذي هو ناقم علينا. يعني المجتمع يحوي هذا ويحوي هذا. ما هي مواصفات هذا الشخص الذي هو عصبي ويريد يتكاون ويريد يتنافس ويريد يحرم الآخرين من حق الحياة وحق الحرية؟ طبعا هيش نمط من الشخصيات يكون محبط. أولا يكون محبط من المجتمع، ولكن قبل أن يكون محبط من المجتمع يكون محبط من نفسه، من ذاته، علاقته مع نفسه، غير قادر على تحقيق ذاته. حلو. يعني في الكاتب يقول ايضا افناء الذات اسهل من تحقيق الذات. افناء الذات اسهل من تحقيق الذات. حلو. ف يعكس احباطه بانه يسقطه على المجتمع. أيه. فلذلك تجد انه هو في مكان عام انه ما مفروض تسوي هكا، انه يصرخ بصوت عالي ويتلفظ بألفاظ بديئه واحتمال يتعارك مثلا، ويقول لك هذا حقي، هذا المجتمع هو اللي سوي شيء، مجتمع يستحق. مع العلم تلاقي انه هو عنده مشكله شخصيه، او مثلا ما توظف، او مثلا سيارته عطلت،
يعكس هذا الأمر على المجتمع ككل، فيكون هاي الشخصية تستخرجنا هاي الشخصية. أنا اكتشفت أن بعض هذه النماذج عنده طموح عالي، يعني عنده همة وطاقة عالية، لكن ما وظفها بالطريقة اللي إحنا نحتاجها. يعني هل هذه، هل الكتاب يعني أشر على هذه السلوكية؟ طبعا كنت أكيد الكتاب من أهم يعني ما أشر إليه هو أصحاب الطموح العالية. نعم. في دراسة عملوها في أحد الجامعات الغربية وجدوا أن أكثر بين العلوم الإنسانية، طلاب العلوم الإنسانية اللي هو الفكر واللغات والكذا والتاريخ، وطلاب العلوم الطبيعية اللي هم الرياضيات والساينس والهندسة والطب، نعم، منهم أكثر انتماء إلى التنظيمات المتطرفة، جماعة الطب والهندسة. الطب والهندسة قد يشكل مفاجأة للبعض، مثقف ويدرس 6 سنين طب ويدرس كذا 10 سنين، المفروض يكون عنده حصانة ضد التطرف. هذول هم أكبر مثال لأصحاب الطموح العالية. سبب قد يكون هذا يعني أنت اليوم ما ممكن شخص يدخل إلى مجموعة طبية أو مجموعة هندسية إلا ما عنده طموح أنه يتم الاعتراف فيه، فيدخل إلى الطب وما يعترف فيه بشكل، ما يعترف فيه بشكل المطلوب، فيطلب الطموح الأخرى يجد لها غير طريق. يعني عنده طموح عالي لكن ما تحقق بال، ما تحقق الواقع. ما تحقق. إيه. وأمر صعب إنه الإنسان ما يحقق ذاته. فلذلك تجد إنه أبو الطب وأبو الهندسة اللي متأملين بالطموح العالية أكثر انضماماً إلى المنظمات المتطرفة. ويمكن هذا يريد يحقق يعني يعالج هذا النقص اللي عنده، أنه عنده طموح عالي لكن ما حقق إلا جزء قليل من الطموح، فيروح إلى مكانات أخرى يمتلك وهم امتلاك الحقيقة المطلقة. يقول أنا اللي أفتهم، أنا اللي صح وكلكم غلط، أنتوا لو تسمعون كلامي راح تصيرون تعيشون حياة سعيدة، لكن ما حد يسمعه، فربما يذهب به الأمر إلى التطرف والتشدد، وربما يخسر المجتمع نموذجين، نموذج الطبيب أو المهندس النافع، ونموذج أنه المخرب الجديد الذي جاء إلينا. هو الإمام علي عليه السلام يقول إن لم تكن نافع فلا تضر، فلا تضر. في هذه الحالة يذهب إلى منظمة أو يذهب إلى فئة متطرفة، سواء شخص ما يضر بالمجتمع ما حد يجي حاجي، نعم، بس هو على يكون على النقيض، نعم. بدل أن يكون نافع للمجتمع وطبيب يخدم الإنسانية وينقذ الأرواح، يكون قد يصل به إلى أن هو ينهي أرواح الآخرين، نعم. كله بسبب نظرته الخاطئة للطموح. نعم. الكتاب يشرح أيضا نماذج أخرى، مثلا الأقليات، المنبوذون، الفقراء. يقول الفقراء الشديدي الفقر ما يفكرون بالتغيير ولا يجون يمنا ولا يريدون يتحارشون بالمجتمع. الفقر الحديثي، المحدثين بالفقر، يعني كان غني مثلا وصار فقير، كان ضابط مثلا وطلعوه تقاعد وطلعوه بريمر، طلعوا خارج الخدمة. هذه النماذج يعني اليوم نشوفها لو ما موجودة بمجتمعنا أستاذ خالد. نعم أستاذ، هو شرح 5 نماذج من الفقراء. يعني على درجة عالية من الدقة. أول نموذج اللي بشكل فقراء بشكل سيء. من هم الفقراء بشكل سيء؟ هسه نشوف عزيز المشاهد اليوم عيشوفهم بالواقع لو ما عيشوفهم، اللي هو يطلع من الصباح إلى المساء يتعشى وينام، واحتمال مرات ما يتعشى، اللي هو يعمل فقط لأجل الطعام، يعني كفاف اللي عنده بس يا دوب كيف في حاجته لأجل الطعام. نعم. هذا يعني لو ربما إذا طلع في يوم أسبوع في حركة جماهيرية عائلته ما راح يأكلون، فهذا يصير متطرف لو لا؟ هذا ما له علاقة أصلاً بالحركة، هذا ما يصير متطرف. جميل. جداً. أما النوع الثاني اللي هو الفقراء محدثي الفقر. محدثي الفقر، نعم. هذا نوع دسم للحركات والأيديولوجيات ليش يعني المتطرفة. هذا بعد أن كان في نعيم وكان في كذا وكان له وجاهة ومنصب وراتبه يصل وطنة ورنة، فبعد أن أصبح ذلك مو مناسب الوضع، ايه، سقط على الوضع، همين اتجه إلى من؟ إلى الحركات المتطرفة أو الحركات الجماهير. ليش؟ يوعدوه أنك إذا جيت كذا نستفاد منك ونعطيك مركز، وأنت استفادت كذا. وهذا المثال صار بإنجلترا، نعم، بثورة الملاك. بعدما كان ملاك الأراضي يملكون الأراضي الزراعية، سحبوا منهم اللوردات الأراضي،
الإقطاع يعني. أصبحوا فقراء. خوش. أصبحت حرب أهلية في إنجلترا. وبدلوا نظام وارجعوا نظام الملكي مرة أخرى 20 عام ايه؟ من سبب هذه الثورة. ايه وبرزوا يعني برزوا كنافعين لو ضارين للمجتمع بهاي الحالة. في عدة جوانب. نعم. قد يكون أنه أصبحت حرب أهلية وسقط نظام وارجع نظام، بس الجانب الإيجابي أنه من طرف آخر أنه الإقطاع يعني أمر غير عادل في المجتمع، أنه سحبت أراضيهم منهم وإلى الشارع. زين. المنبوذون أيضا اتطرق له الكتاب اللي على هامش الحياة، اللي ما حد يجي ما حد يدير لهم بال، لا داخل الأسرة ولا داخل المدرسة ولا داخل العمل، أيضا لقمة سائغة لهذه الحركات المتطرفة. المنبوذ هو الذي يبحث عن الاهتمام أكو ولا يجده. يحاول أن يصبح جيد مع الآخرين، أنه الآخرين يتكلمون معه ولكن الآخرين يروا غليظ. يحاول أن يكون علاقات جديدة ولكن لا حد ما حد يكون له علاقة. يريد أن يفتح مشروع كذا، فمثل ما يقول ما ينجح. والله مساكين هذول. فعلا يعني. فهمين الحل البديل أكيد موجود عند الجهات وعند الجماهير عند المنظمات الأيديولوجية. يقول لك انضم ونحن نعترف فيك، بس اعتراف أنه يعترفون به وبوجوده وبتكوين علاقاته، أنه يقعد مثلا يشعر بأن الفراغ النفسي اللي عنده انترس بهذه الحالة فقط. ايه. ينضم لهم ويستعد التضحية من أجلهم أيضا. ايه مستعد أنه يسمع كلامهم 100% فقط. يقولوا له أنت موجود، أنت عضو في ايه. كذا، أنت يسجلوا له باج أو كذا. الكتاب أيضا اتطرق خالد إلى شخصية غريبة، الذين يذنبون كثيرا، يعني كان بالمخدرات، سكير، زاني، حاشاك، يعني يستقطب هذا النموذج يعني كثيرا. هذا النموذج قد يظن السامع أنه قد يكون فقط من منظور ديني. لا، ما فقط من منظور ديني، قد حتى يكون خارج منظور الدين، أنه شخص أخطأ ونبو ضمير وكذا يريد يصلح. المجتمع ما ينسى له هاي الخطيئة. يظل يعيره أنت فلان وأنت فلان. في المراكز هسه الآن في دول متقدمة المجرمين كيف يعاملون؟ ما يعاملون معامل سجين، يعاملون معاملة مريض. حلو. ولذلك يذهب إلى القاضي يكتب له 10 ساعات مثلا عمل في الأسبوع لخدمة المجتمع. جميل جميل جدا. أما عندنا في الدول النامية الآن والشرق الأوسط يعامل كسجين. أيه. لا يغفر، يطلع مرة أخرى يطلع بعد أسوأ بشكل أسوأ. ولهذا نحتاج كثير. خليني خالد نطلع فاصل قصير حتى نكمل هذا الحوار الشيق مع حضرتك. أيها الأحبة الكرام، تستمر الرحلة وشباب غير شكل وكتاب إريك هوفر المؤمن الصادق. فاصل قصير ونعود إليكم. وعودة مجددة أيها الأحبة الكرام، وهذا اللقاء الجميل مع الشاب الجميل خالد المؤمن الصادق، هذه الشخصية المتطرفة المتعصبة المتذمرة عدونا اليوم. هذا الشخص خالد، هذا الشخص شخص أبو التاكسي، هل هو لقمة سائغة لبعض التنظيمات المتطرفة؟ هل يستطيعون أن يأثرون عليه ويستقطبونه؟ طبعا استاذ هو مثل ما يقول هو المطلوب هذا نموذج مثالي. نعم. لماذا؟ راح اذكر لك مثلا سبب او سببين من اسباب اللي يكون هو المطلوب. السبب الاول هو غير راضي عن الواقع. الله، واقعه رافض رفض تماما. ايه؟ احتمال يكون عنده بيت، احتمال، بس ما راضي لا على ابوه ولا على السياره ولا على شغله ولا على الدوله ولا على الجامعه وكان طالب ولا عن العمل. ايه دائما يتهم الاخرين. أبو الحركة الجماهيرية يستغل هاي الثغرة. تعال يمي، تريد تغير؟ أنت ما عاجبك الوضع؟ أعطيك بديل. إيه. فيوعده ببدائل أخرى. إيه. المستقبل يتحسن أكثر. أنت إيش تريد؟ أنت بس آمن بما نؤمن به. إيش تريد؟ اعتراف، نعطيك اعتراف. إيه. أموال، نعطيك أموال. ذاتك، نعطيك ذاتك. إيش تريد إحنا وياه؟ وقد يكون هو
بالوعد يكون على المدى القصير، يوعده مثلا سنتين احنا محققين غاياتنا، عما ينضم وينخرط يقول له لا، لربما 10 سنوات، لربما القضيه تحتاج الى كذا، لربما 10 سنوات وكذا. بس هو يعني مثل ما يقول ضرب البنج، انضم الى الحركه بعد مثل ما يقول استمر بيه وراح يستمر بيه على الغالب. أيه. واكثر الحركات تطول عده سنوات. نعم، يعني بهذا الاتجاه خالد اريد اعرف منك، هذه الشخصيه المؤمن الصادق او هذا سائق التاكسي ظالم لو مظلوم؟ يعني ما هي مواصفاته؟ كيف نخليه يعني بالمجتمع نكسبه؟ استاذ احنا ما راح ناخذ وجهه النظر الشائعه العامه، احنا راح ناخذ وجهه نظر اخرى. نعم، لربما ننصف انفسنا قبل ما ننصفه. حلو، ولا هو الانصاف اول شيء تنصف نفسك وبعدين تنصف الاخر. نعم، مهما كانت مسمياته هذا لربما ندخل الى عقله. اشلون يفكر؟ ايه، انت بشنو يشعر هذا سائق التاكسي؟ حلو، لربما اكو عده نقاط لربما يجمعها كلها، لربما عده نقاط منها فقط، لربما يشعر بالظلم، شعور بالظلم، بالغبنه، انه هو مظلوم في هذا البلد، مظلوم في هذه العائله، مظلوم في هذه العشيره، مظلوم في هذه المنطقه، لربما يشعر بالظلم هذا، لربما هذا مستعد لأن يضحي بنفسه. عنده استعداد دائما مستعد، يعني روح بنفسه. ثوريه خلينا نقول، روح ثوريه، يستعد يضحي عن نفسه لين ما لقى ذاته، فيستعد يتخلص منه بسبيل انه يخلص منه لربما من معاناته. عندك ممكن يكون انه ما تم الاعتراف به. نعم، شخصيا ما تم الاعتراف، منبوذ داخل بيته او منبوذ مكان عمله او لربما رفض من دكتور الجامعه ورفض من الاسره ورفض من القبيله وما لقى قبول. اسمعوني، ايه ماكو احد يسمعه، اسمعوني، ما حد يسمعه، يبدا بالصراخ مره اخرى، اسمعوني، ما حد لو ربما لو واحد يعني جلس بجانبه سمعه افتهم شخصيته. نعم، بعض كلمات تغير في الانسان، والله بعض كلمات، يعني لا امر لا يتطلب مرات علاج ولا هذا، لو بعض فقط احتويه لربما هذا يكون يمكن عنده خيال. خيال شخص. نعم، ربما يكون عنده خيال، بس خيال جامح يعني، فصار فرق، ايه صار اكو ثغره بين خياله وبين ما حققه، وهذا امر صعب، يعني هذا امر صعب حتى عند الاطباء النفسيين وبالمبحث الفلاسفه، انه انت تتخيل امر معين بس ما تقدر توصله، فانت تقع في محظور انه انت ما قدرت تحصل اللي انت تخيلته. نعم، وهذا النموذج اتوقع يعني عندنا مرض مجتمعي يؤمن باكثر من اللازم بنظريه المؤامره، أنه أكو ناس حتتآمر عليه، أكو صديقه حيتآمر عليه، رئيسه بالعمل يتآمر عليه، الإمبريالية العالمية والصهيونية وأمريكا وكلها تتآمر عليه، هو هكذا عنده. ربما من هذا ما تورثه العقل الجمعي في مجتمعاتنا. نعم، ولا هو المؤامرة هي ما إلا فشل، أنه تدب الأمور كلها على المؤامرة، هو فشل في تحليل المشكلة. ولا المشكلة موجودة في كل دول العالم، لماذا نحن نقول مؤامرة وغير شعوب يجون حلول تقنية وحلول دراسات يعملون في جامعات وفي علم الاجتماع، يعملون مئات الدراسات في كل دولة، وإحنا نقول نعول فشلنا على حل المشكلات على مؤامرة. والله يختصر الموضوع كله، يقول عندما تقع في مشكلة يا خالد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو من عندي أنفسكم، تبدأ تقول المشكلة مني أنا تنحل. هو أكو مؤامرة لكن ما بهذه الصورة المتجسمة المتضخمة. هؤلاء المؤمنون الأنقياء المتطرفون للأسف الشديد يؤمنون تماما أن كل شيء من صنع العدو علينا. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر خالد، هذا النموذج المؤمن الصادق هو شائع عند الشباب ولا الأكثر عمرا؟ يعني هذا شائع عند الشباب. لماذا؟ لأنه يكون في مرحلة انتقالية، في مرحلة شبابية. ويشرحها الكتاب، يشرحها بيشرحها بالتفصيل، أنه هذا إذا ما استغل في مكان، إذا ما وضع في مكان معين، في دراسة، في رياضة معينة، طاقة، لديه طاقة، فمن يوفر له إياه؟ نرجع أيضا نعود إلى الحركات الجماهيرية، فلتجد تجد أغلب المظاهرات وأغلب الحركات الجماهيرية والأيديولوجيات من يدعمها؟ يدعمها الشباب، لأن لم يجدوا فرصة مناسبة، لربما ساقط على تعيين، درس كذا سنة ما لقى،
راح لحركة جماهيرية، لربما شاطر في رياضة معينة، لربما شاطر في درس معين. أسألك أنا، ممكن شخص جيد بالفيزياء، حلو، من يحتوي؟ إيه؟ جيد بالبيولوجيا، نعم، من بالفلسفة، من يحتوي؟ إيه؟ لربما إذا بلا دكتور جامعة نفسه يقول له أنا يعني ما يطي ذاك الاهتمام. إيه؟ لا تخرج من الصندوق، لا تخرج من الصندوق. إيه؟ كمل درسك وروح. نعم. فأنا يعني طاقة شبابية، بدل ما نذوب في خدمة المجتمع وخدمة الإنسانية، نحن نرمي به بأيدينا إلى الطرف الآخر لكي يصبح عدواً شرساً علينا. نعم. وعلى الإنسانية، ونحن وانفعلنا هذا بأيدينا. وهذا يودينا إلى، يمكن راح نختم الحلقة بها، نتوجه بهاي الحلقة بدعوة كلية الآداب قسم علم الاجتماع أن يتناولون هذه الشخصيات وهذه النفسيات اللي هي مو مريض، هذا مو مريض نفسي، هذا تيار موجود بالمجتمع، بكل مجتمع موجود، بأمريكا موجود، وبالغرب وباليابان وبأي مكان، وعدنا في يعني بلداننا. وكليات الآداب قسم الاجتماع يعني من واجبها الأكاديمي أن تبحث في تفاصيل هذا الموضوع كما بحث هذا الكتاب. وأنا أهدي شخصيا، أهدي هذا الكتاب لقسم علم الاجتماع، لعله نقدم مقترحات للدولة. الدولة اليوم تعين بعض الأحيان من لا يستحق التعيين، وما تعين من يستحق التعيين. هذا الشخص المليان طاقة ومليان عنفوان ومليان يعني حلم، ربما نستثمره ونخليه بمكانه الصحيح، ونتخلص من المجتمع من شخصية متطرفة ناقمة على البلد، ما تخدم البلد، ما تريد تسوي شيء. هاي دعوة مني ومنك إلى أنه نمد أيادينا لهذه النماذج. وأنا مستعد أي شاب عنده هذه الروح الثورية يجلس أمامي وأناقشه وأشوف ليش هو تعدى الخطوط الحمراء، ويمكن هذا واجبنا كمدينة الموصل إن شاء الله. فعلا أستاذ، أنا لربما أهدي أي شاب يشعر بالإحباط ويشعر في بالسقط على الوضع الحالي أو هذا، أهدي الكتاب، لربما يأخذه مني شخصيا أيضا. أقرأ، لربما تجد نفسك في أحد سطور الكتاب. نعم. لربما تجد نفسك في كذا، يوصف نفسك، يوصف حالتك، فماكو إشكال. يعني أقرأ الكتاب وجرب. وآخر شغلة أعلق عليها، أقول إذ كانت هنالك مشكلة، إذ كانت هنالك مشكلة ليس لها حل فلا داعي للقلق، هي ملا حل. وإذ كانت مشكلة لها حل أيضا لا داعي للقلق. كنت مسرورا جدا معك خالد، وإن شاء الله نلتقيك في حلقات قادمة. المؤمن الصادق إن شاء الله يندمج في مجتمعنا ويكون عامل أمل قادم لهذه المدينة. على الدوام إن شاء الله، شباب غير شكل، ونقاشات وحوارات غير شكل، من أجل مستقبل وثقافة غير شكل، خدمة لهذه البلاد الجميلة. أستودعكم الله.